اللي قدموا لنا أشعار وقدموا لنا كلمات وقدموا لنا صوت ولحن وقدموا لنا أفكار أمتعتنا وأمتعت جمهور صباح دريم على الهواء. إحنا هنشوف مع بعض هذا التقرير، وهستسمحكم إنه التقرير مش هيطلع من عندي هنا، يعني مش المذيعة اللي هتقدمه، زملائي في الكنترول روم هم اللي هيقدموه. إليك أستاذ كامل. ستاند باي 5 4 3 2 كات. مصر مليانه مواهب ومبدعين في مراحل عمريه كتيره جدا. فجاه كده بتجيلي الفكره واخش اعملها على طول، بدور على صور وبحطها على بعض. ممكن تبقى ماشي في الشارع يا عمرو تلاقي بتحصل، صح؟ بلاقي انا مره حد جرافيك ديزاينر قال لي كده، قال لي انا ممكن ابقى ماشي في الشارع والاقي فكره كده، والاقي فكره طالعه لي اجري على البيت، الغي مشواري واجري على البيت عشان احولها لصوره او ديزاين. حصلت معايا كتير. حصلت معاك كتير؟ عمرو الحقيقه عارف انه احنا بنحتفل في قناه دريم بمرور 15 سنه على افتتاح القناه، فقرر عمرو انه يهدي قناه دريم لوجو خاص بالقناه من ديزاينه هو، من تصميمه هو. تعالى بقى سمعني كده قصيده عن الوطن العربي. المكان ارض الوطن، مش مهم ارض مين، ارض ليبيا والعراق، في دمشق وكربلاء، ارض سوريا واليمن والسعوديه الابيه والكويت والجزيرة كلها وأرض الخليج، كله مدفوع التمن من أمريكا مقدما، بس يا خسارة الخطر جاي من قطر، جاي من قطر، وادي أمريكا تمول بالدولار أطنان تحول للعقول التخريبية، دي عقول اتحولت لما بالمال الخبيث اتمولت، خلطت الدين بالسياسة حتى أحاديث الرسول اتأولت، وبغير معانيها الصحيحة اتحولت. آه يا وطن مجروح، اركب سفينة نوح وامسك بحبل الله وفض الوطن بالروح وبكل غالي كمان، وسفينة الإيمان وعليها نوح ربان وبعزته علاه حفظها من الطوفان، وإحنا بني العربان وكلنا إخوة، محد فينا جبان وكلنا نخوة، من غير أسامي بلاد متحددة بمكان، إحنا جسد واحد والله إله واحد متدينين لله. يا رب يا رب، مين عارف في يوم من الايام نلاقي الوطن العربي وقف على رجله كده وشد حيله كده. الموهبه والطاقه ملهاش علاقه بالسن، ومفيش شك كمان انه كل الدول المتقدمه بتعتمد قوي على تنميه مهارات الموهوبين من وهم صغيرين لسه، عشان بيشوفوهم ان دول مشاريع الامل والمستقبل لبكره. اكتشفني الاستاذ احمد عبد الكريم استاذ الموسيقى في المدرسه. بعد كده بدانا، بعد ما بدات اغني والناس سمعوني والمديره وكده، بدانا نطلع مسابقات بره على الاداره وكده، وبدا الناس يسمعوني الحمد لله وكده. كان النهارده اول يوم يعني اطلع التلفزيون. مصر قالت صوت ولادي كلمه الحق بلادي. بإذن الله بكرة لما تبقى مطرب كبير ومعروف وقد الدنيا ما تنساش بقى أنه بدايتك كانت من صباح دريم. ماشي. الأستاذة منار خير الفنانة بقى، خلينا نقول الفنانة الشاعرة. الشاعرة الشاعرة. سمعينا بقى دلوقتي من النافذة اللي احنا فيها حاجة حلوة. أيوة حنة ودلام بحر، أيوة حنة وطحينة كبير، أيوة حنة ودلام بحر، أيوة حنة ودلام بحر، بحر من لا إحساس، بحلم تفرح كل الناس، بحلم كل مواطن مصري يمشي كده مرفوع عراه. يعني مهما اقول لك رائعه، ومهما اقول لك انت عملتي فينا ايه وانت بتتكلمي، لانه يعني ما نتوقعش ان الكلام ده يطلع من طفله صغيره الحقيقه يا منور.